السلام عليكم ورحمة الله. بلغ المسلمون في بدر أن رجلا يدعى كرز بن جابر يريد أن يمد المشركين بمدد من الرجال والسلاح، فغم ذلك المسلمين وشق عليهم، فأنزل الله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. اذكر أيها الرسول ما كان من أمر أصحابك في بدر حين شق عليهم أن يأتي مدد للمشركين، فأوحينا إليك أن تقول لهم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بلى، يكفيكم هذا المدد بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، وبشارة أخرى لكم: إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا الله حق تقاته وتفعلوا المأمور وتجتنبوا المحظور ويأتي هذا المدد لكفار مكة من فورهم مسارعين لقتالكم يظنون أنهم قادرون على استئصالكم، فإن الله يمدكم بفضله ورعايته لكم بمدد آخر بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ومعنى مسومين أنهم قد أعلموا أنفسهم وخيولهم بعلامات واضحة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إن الملائكة اعتمت بعمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم، إلا جبريل فإنه كان بعمامة صفراء. والذي حدث بعد ذلك أنه لما وقعت الهزيمة النكراء بالمشركين في بدر وبلغ كرز بن جابر الهزيمة، لم يمد المشركين بشيء ولم يمد المسلمون بالخمسة آلاف. ولكن السؤال الهام: هل قتال الملائكة مع المسلمين خاص بغزوة بدر الكبرى، أو هل هو خاص بالقتال مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس خاصا بغزوة بدر الكبرى، وليس خاصا بالقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قتال الملائكة مع المسلمين يتحقق بشرطين: الصبر في القتال وتقوى الله تعالى. فلما تحقق الشرطان في غزوة بدر أمدهم الله بالملائكة. جزاكم الله خيرا. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.